يعني شنو السودان السي، شنو الحاصل في السودان، شنو اللي بخلينا نتكلم عن التغيير السي في السودان؟ أنا بالنسبة لي السوداني إنسان بلا كرامة، غير عزيز في بلده، مذلول في بلده، مذلول برا بلده. ده سبب كافي جدا إنه الناس تتكلم على إنه لازم يحصل تغيير. يعني بفتخر إنه أنا سوداني. الواقع إنه الحكومة بتاعت الإنقاذ مما جات لغاية الليلة رفعت يدها من التعليم، رفعت يدها من الصحة، وكل الميزانية اللي أنا بعرفها بتاعت الدولة الليلة بتكون ماشية الأجهزة الأمنية من غير ما نشعر أن إحنا كمواطنين سودانيين بالأمن. أنا شخصيا ما بشعر بالأمن، وفي عدد كبير جدا من المواطنين السودانيين ما بشعر بالأمن. السودان بيستحق أفضل من كده بكثير. في آلاف الأسباب اللي بتدعو لأنه يقول يقيف يقول أنا أو أنا تغيير. عدد كبير من خيرة الشباب السوداني تعلم وما لاقي فرص بتاعت عمل. الفقر والجوع أصبحوا قريبين جدا من أي زول. السرقة، الفساد، المرض، الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وأهملت التنمية اللي طوالي بتصهر في أسرنا لصالح السمسرة والفساد. السودان بيدفع من شبابه، من كثيرة شبابه بيموتوا في حروب عبثية ما عندها أي معنى. الحكومة بتنتهي من حرب الليلة عشان تبدأ حرب جديدة، عشان يظل الخطاب بتاع الحرب موجود دائما في وسائل الإعلام. آلة القتل دي أنا وإنت 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 وإنت، كلنا بندفع للحكومة دي عشان تمشي تشتري بيها أسلحة، عشان تمشي تقتل بيها زول تاني سوداني زيه. وما في زول سوداني ما متضرر من سقوط المؤتمر الوطني، لأنه ما متضرر من الحروب حيكون متضرر من العطالة، والما بيشكي من العطالة ولاقي وظيفة حيكون متضرر من الفساد، والما متضرر من الفساد حيكون بيشكي من كبت الحريات. تدهور في كل الحالة، الحالة الاقتصادية، الوضع السياسي، الوضع الاجتماعي، الأخلاق، التعامل، تدهور كامل. افتكر إنه السبب فشل إداري كامل خلال 23 سنة الفاتت. ما ممكن يعني نكون إحنا محكومين بناس معينين، نفس الأوجه، نفس الناس، نفس الكلام لمدة 23 سنة، ولما نحن نرضى ونسكت يجوا كمان يشتمونا. الحكومة دي نجحت وبال ما إنها تدمر البلد، وبال ما إنها تقسم البلد، وبال ما تحرمنا حقنا في حاجات كثيرة جدا جدا، حرمنا حقنا في إننا نحلم. وأي ظلم بيزيد لما الناس ما يجيوا يقولوا لا. ده ما السودان احنا دايرين، احنا دايرين سودان مختلف شديد، احنا دايرين سودان يعني احنا بنتمناه ونشوفه، لان احنا حاسين هو قدو شنو هو كبير وقدو شنو هو جميل وعظيم. سودان الحضارات، سودان الاستغلال، سودان الصوفية، سودان الدين الساهل السمح. الناس الماسكين ديل هم ناس ما قادرين يطلعوا الحاجات دي، لانهم هم اصلا ما بحبوه، هم أصلاً لو بيحبوه وكان قدروا يعني يستفيدوا من إمكانياته دي. بهمنا بشكل أساسي إنه المواطن السوداني يعيش حياة كريمة، يلقى فرصة لإنه يعمل، يلقى فرصة لإنه يتعلم، يلقى فرصة في إنه يأكل ويشرب ويحس بالأمن في بلده. وطن يكون فيه الأطفال عندهم مستقبل، وطن تكون فيه النساء موجودات بسلام، وطن تقيف فيه الحروب، وطن يكون مسالم ومتقدم ومزدهر. عندي مصلحة حقيقية في تغيير النظام، لأني أنا عندي حق في الأمان الشخصي بتاعي، أنا عندي حق في أني ألقى حرمة من التعذيب ومن الاعتقال ومن الإهانة. عندي حق بتسى غير زينب، حقها في أنها تلقى التعليم والتطعيم المجاني والرعاية الصحية. عندي حقي في العمل، حقي في التعبير، حقي في بلدي، لانه يكون بين واحد من خيارين، يا اما انه يقعد في البلد دي ويصلحها او انه يهاجر. ودي اسوء حاجه بتحصل للزول، انه هو يقوم يخلي بلده عشان هو ما مرتاح فيها. قررت انه ده مكاني اللي انا داير اقعد فيه، ده مكاني اللي انا داير اعيش فيه، ده مكاني اللي انا داير اولادي يعيشوا فيه، ودايرين يعيشوا حياه افضل من الحياه اللي انا عشتها. انا ما عاوز اطلع من السودان، وخايف من اليوم اللي يجي وانا اطلع فيه من السودان. عشان احنا بنحبها المفروض نقعد فيها ونغير فيها ونخلق السودان احنا دايرينه.
إذا نحن قاعدين واستنينا إنه السودان ده بوضعه ده إنه يمشي لقدام ما حيمشي. والفساد ما حيجيف لو إحنا فضلنا ساكتين، الصحة ما حتتحسن لو فضلنا ساكتين، التعليم ما حيتحسن لو فضلنا ساكتين. لو فضلنا ساكتين حيكون في جيل كامل ما عارف يعني شنو الحياة الكريمة. نحن كشعب سوداني بنستحق أفضل من كده، ونحن كشعب سوداني الأهم من إننا بنستحق، الأهم من ده إننا عندنا القدرة إننا نخلق سودان نقدر نفتخر به ونحن كلنا. أنا سوداني حرفع راسي وأقول للعالم كله إنه أنا سوداني. كلنا مسؤولين عن التغيير في السودان، بالتالي مفروض كلنا نكون شغالين بالتغيير، ومفروض نكون شغالين حسة. كلنا نكون صبينا في إناء واحد ونكون غيرنا الوضع ده. رجال، نساء، شباب، شيب، أمي وأبوي وأخواتي وأخواني. وممكن من خلال قناعاتنا نحن، من خلال إيماننا نحن، من خلال الواقع بيتغير مع إيمانك أنت مع روحك، بيتغير مع إحساسك بأنه أنا بقدر أغير الوضع الحولي، أغير في المجتمع الحولي ابتداء من أسرتي الصغيرة. خليك أنت التغيير عاوز تشوفه في العالم، ما في زول حيغير لك. النظام ده عاجز، بس علينا إننا نمتلك المبادرة. الناس ما تخاف من البديل، ما في ثورة في الدنيا قامت عندها بديل جاهز، البديل بتصنع الثورة نفسها، التغيير هو اللي بيصنع البديل. التغيير يجب أن يكون سنة السودان أسي وفرضه، ما في حاجة مستحيلة. فتش للتغيير الآن، ولو ما لقيته أعمل أنت التغيير الآن، لأنك أنت التغيير الآن. الخيار بقى واحد واضح ومباشر. التغيير الآن حق واجب وضرورة.